بالنسبة لي هي بتسأل سؤالها التاني، لما بتفرج على محتوى هادف يعني في معنى راقي، بتقول بكيت بشدة جدا، هل ده حرام؟ أبدا. يعني إذا كان أنت بتقولي ده محتوى هادف، بشوف مشهد هادف، في دراما بشوفها هادفة، سواء كانت المحتوى ده أنا بشوفه قدامي عبر السوشيال ميديا أو شيء أنا بشوفه في التلفزيون، فدي رقة في القلب بتؤجري عليها إنك تفاعلتي مع هذا المشهد اللي فيه قيمة، ولولا أنه فيه قيمة ما حرك وجدانك من الداخل، ودول أدوه بصورة وأتقنوا العمل فيه بدرجة إنهم حركوا مشاعرك تجاه هذا المعنى الراقي. والله تعالى مطلع على القلوب، فأبشري واستبشري صاحبة السؤال الكريم.